أكبروتي سلامتاتشن بيالاتشو بدي درس برنال لي توردهاتشو يا شجر تايمز بيتسبوتش ندمنالاتشو إرتاوي يا شجر تايمز يا مرجات نقراتشن انهو تجمرو علي يكاتي تسدستكن ولتشي أسر عرات تمتمرت إلا تسينيو عند تلمدو با شجر تايمز يا مرجات نقر عند قدين نملك سالة كسامونو بلتسقنان يبت أبت أو سلسة ميليم بر ليلا مزز يزو متوال ليلانيو يا بلتسقنان بارتي ماكلاي كوميتي أبال أتو يوانس بويالو با قدين زوريا ألك أمك باتاتشو تنقروال قدايو يبتر تريالونو لمانو يي قداي ملا درسة يي مرجات انقراتشن باوف برر يي مداسي ونال عند تلمدو يي شقر تايمسن زيناوش تنتانوش اندازيهم يي مرجات انقراتش لايك شر يادرقاتشو شقر تايمسن مسابسكراب يادرقاتشو قدامي يي مرجا منجاتشو نتادرقون يي زوتر أكبرو تايق بجاتشنو ودا قداتشن نامرا بلتقنان كسامون يابت أبتو يي سلسة ميليم بر قداي ليلا مزازي زومة توال عاصي يوهنس بويالو بقداي زوريا ألك أمك باتاتشو تنقروال بلتقنا يفتش يارونو عند ميتا وقو كسامونو بلتقنا بارتي كفتن يوجن بر تفترو بتال بتالي لقمو يامرا كلل يي بلتقنا بارتي كرنجافو بربطا مسننا كلت مانو كورتون تيزوال بتالي لقمو يامرا كلل بلتقنا بارتي كرنجاف بربطا ميليني مسننا بر مانو كورتون تيزوال بارتيو إرس برسو مفاتتو سيكت تلن قدايو يبركاتو چن قلب سبو تدر عربي ميبالو قدايو چي يتنسو بتي جينيال يي قدايو منشا سفايا لحظتا لبلتقنا بارتي انسبكشن كوميتي اقربوت يي بارتيو ماكلاي كوميتي أبارنا يكرمو يسمينو اللوزون أستراداري بوهلام لغمو يفيدرال منغست سرموسنا كوميشن كوميشنر ناتشو أتو سغان دارغي أتو سغان بروكتر أبي يامدنا باتو دمك أما كونن جمرلاي كسبا قربو بات سدبدا بياتشو أوزا غابيون يموسنا كالليت ما قلتو نمبر سفا بالو سندلاي أتو سغان يموسنا كالليت اسملكتو ياسفروات هلت مزمر نبرج وزقب يفتراتشو يي أمارا كلل بلتسقنا بارتي كرنجاف صفات بيت 60 مليون بر يي كرنجاف صفات بيتو أمراروش تكفافلو يي وسروت سيهون كأندمتو مليون بر برا دقمو كهجا أسرار وجي لبكنت تقال طوال سيلو نبرا بروكتر أبي يامر كحلافي نتاتشو يتنسوت يي كرمو سر مسلنا كوميشن آتو سقا أندارغي يا قلتوت يي وساين سنال كوتا بولا بركاتوش تنقاقرو بتال توزاقبو بتال دقافم تقاوموم أسمته بثال. تكساشو يا أمرا بلتقنا بارتيم يسيرا تبتاب سيل ملا ستو بتنبرم يبسنم من نقاقريا كمهون على دانو منجي. قميسو أتو تقنا وقزوال. بركاتوش دقمو دقفو عجوال. من منقوان بارتيو ملا ستو ينبر بيونم بقلا سب درجاقن كبلتقنا بارتي بقود دولاي تنفش لما لاتي دفرا أنداش موغن النبرم. بندزيانت قود دوش كفيت يميك أرموت أتو يوانس بوالوغن بالدرباتشون أتو تقنا دارجين دقفو بلتقنا يمرمر يبتر يالو مسروال. أتو يوانس بوالو أتو تقنا راكين فلاحشنم እናውቀዋለን ይላሉ። አሳጉርጓሪ ዘንዶ እንዳያጠምድ መጠንቀቅ ተገቢ ነው የሚሉት አቶ ዮሐንስ በለው ያጥቂና ተከላካይ አስተላልፎን አቁመን ተበዘበዘ የተባለው የህዝብና የፓርቲ ገንዘብ እውነታው ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ መደረግ አለበት ሲሉ ነው ያስተጓጉት። ሌላኛው የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባለው አቶ ዮሐንስ በለው ሲቀጥሉም ጸጋራጊ እውነታውን እንጂ ማንንም ይሁን ምንም ይሁን ለሱ ኢምንት እንደሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን በሚልም መስክረውላችኋል። የሙስና ቀለቱን ያጋለጡትን የቀድሞው የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጸጋራጊን የሰሞኑ አወዛጋቢ ሰነድ ጉዳይ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ለዚህ የሰጠው ያጸፋ ምላሽም ነበር። በአማራ ብልጽግና ፓርቲ አመራር ተዘረፈ ተከፋፈለ ተብሎ የተቀሰው ገንዘብ ፍጹም መሰረተ ቢስ ውንጀላ ሲሆን በፓርቲው ወጪ የተደረገ ምንም አይነት ገንዘብ የለም። ይህንንም በፓርቲው በውስጥና በውጭ ኦዲተር ኦዲት የተደረገብንን ማስረጃ ማንኛውም አካል በማንኛውም ጊዜ ቀርቦ መጠየቅና ማረጋገጥ የሚችለው እውነታ ነው ብሎ ነበር ምላሽ ሰጠበት። በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ውስጥ የሚሰሩ አመራሮችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በሌሎች ተቋማት እንዳለው ህግ አሰራር በረጅም ጊዜ የሚመለስ የብድር አገልግሎት ለአበዳሪ ተቋማት ከቀረቡና አበዳሪ ተቋማት መስፈርቱን አሟልተው እንደዚሁም የብድር ማሳዣ ኮላተራል ሲይዘው ካጸደቁላቸው አመራርም ይሁን ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ብድር የሚያበድሩበት አሰራር የቆየና ለመታተም እየተሰራበት የመጣ ህጋዊ አሰራር ነው ሲል ተከላክሎት ነበር። የ160 ሚሊዮን ብር የአቶ ጸጋራጌ የሙስና ክስ እነ ዶክተር አብይ አህመድን እንደዚሁም አቶ ደመቀ መኮንንን የከሰሱበትም ይኸው ወሳኙ የሰሞኑ ሰነድ እስካሁን ድረስ የተጠና ምላሽ አልተሰጠበትም። ነገር ግን ሌላኛው የፓርቲው ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ዮሐንስ በያለው ይህ ጉዳይ መጣራት አለበት በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አቋማቸውን ማሰማታቸውን ተከትለው ለበርካቶች የመነጋገሪያ በር ከፍቶ የነበረው የብልጽግና ፓርቲ የሙስና ሰነድ እንደዚሁም እነ ዶክተር አብይ አህመድ የፓርቲውን አመታዊ ስብሰባዎች እንደዚሁም ጉባኤዎች አጥፈዋል፣ በግለሰብ ደረጃ የሚዘወር አድራጊ ፈጣሪነታቸውም እየተጋነነ የመጣ የግል ፓርቲ ሆኗል የተባለ ጉዳይ በድጋሚ አነጋጋሪ የሆነ መጥተዋል። የሙስናውን ሰነድ ጨምሮ እነ ዶክተር አብይ አህመድና አቶ ደመቀ መኮንን አድራጊ ፈጣሪ ሆነዋል ተብለው ክስ የቀረበበት የአቶ ጸጋ አንዳርጌ ሰነድ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያመራል በሚል እየተጠበቀ ነበር። በተለይም አቶ ጸጋ አራጌ በሶስት ቀናት ውስጥ ላቀረብኩት የክስ ሰነድ በብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አሊያም የኢንስፔክሽን ኮሚቴ አማካኝነት ምላሽ ካልተሰጠኝ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አመራለሁ በሚል ዝተው እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን እስካሁን ድረስ ግን ብልጽግና እርስ በርሱ የተራኮተ
በተባለበት ጉዳይ ምን ላይ እንደደረሰ ወደ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳቢሮም አምርቶ እንደሆነ የታወቀ አንዳችም ጉዳይ የለም። የተወደዳችሁ የሸገርታምስ ቤተሰቦች ለታየ መረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁት ይመስላል። ስለሰማችሁና መሰገናን የሸገርታምስ ዜናዎች ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ ሼር አድርጉ። ሸገርታምስንም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።